على كل حال خليني اروح برضو واخد من كلامك. طيب لو انت شايف كده الاداء افضل كمان هذا الموسم، ايه اكتر مباراه شايف فيها اداء ونتيجه لحد دلوقتي الافضل للاهلي؟ والله بصي، كل المباريات انا شايفها حلوه وكلها يعني مختلفه عن بعضها، طعم مختلف. ماتش كمان الاخير بتاع سموحه طبعا من الفرق القويه ومعاهم مدير فني كويس. النادي الاهلي تحس ان هو مالك الملعب وفي اهداف، وغير يعني احنا غير الاهداف كمان اللي بتضيع، في اداء، في اثبات لنجاح الطريقه اللي ابتكرها موسيماني اللي هي 3 4 3، مصمم ان هو يلعب بيها، وبتدي انا شايف انها بتدي مرونه كمان للفريق وللعيبه في الملعب، وفي تحرر كامل بالنسبه طبعا للخط المهاجمين، وبتدي اريحيه كمان للاطراف الباكين سواء اكرم او علي معلول ان هم ينطلقوا بسهوله، ما يبقاش وهو طالع بيفكر 100 مره عشان برضو مكانه، او لو حد سريع بيلعب عليه خايف في الهجمات المرتده. وجود الثلاثه اللي ورا دولت مع الديفندرات، الحقيقه انا شايف ان الطريقه يعني جميله، وما تقدرش تقول مين بيلعب هنا ومين بيلعب هنا. حتى الديفندرات بتاع نص الملعب اذا كان ديانج ولا السوليه، التبادل بتاعهم في الهجمات، يعني شفنا احنا السنه اللي فاتت كان ديانج متمسك بالحته اللي هي اللي تحت اللي قدام المساكين وما بيطلعش كتير، دلوقتي بينطلق وبيروح بكره لما يشوف مساحه فاضيه بيخش فيها وبيجيب اهداف. ماتش الزمالك طبعا شفنا هدفين روعه طبعا. الحقيقه لا يعني انا شايف كمان المستوى الفني على مستوى الفرديات كمان عالي، يعني في لعيبه بدا الموسم بشكل كويس. حسين الشحات كان غايب فتره كبيره، ابتدى يرجع. حتى الصفقات الجديده بيرستاو متالق، يعني لو لسه ناس ما شفناهاش، يعني لسه في كريم نزل شويه الماتش اللي فات، عمار لسه ما نزلش خالص، تخيلي عمار يعني من احسن لعيبه في الموسم اللي فات في الدوري السنه اللي فاتت، السنه دي لسه ما خدش خالص، الراجل لسه قاعد. طاهر محمد طاهر، كهربا، يعني تخيل انت الاسماء اللي على الدكه، ودي اللي مقويه الدكه وبتدي برضه قوه للفريق، ما يكون في دكه قويه يعني. اكيد.